أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. مع الحلقة 15 من حلقات خط الزمن، وما زلنا مع قصة فلسطين. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا على الدولة الأموية العظيمة التي حكمت الأمة الإسلامية حوالي 92 سنة، وتكلمنا على استلام الحكم بعد انتهاء الدولة الأموية من العباسيين، وذكرنا أن قيام الدولة العباسية كان قياما دمويا، لكن في الواقع تغيرت الأحوال كثيرا بعد هذا القيام الدموي، وأصبحت الدولة العباسية من الدول العظيمة التي حكمت المسلمين فترة طويلة جدا من الزمن. لكن احنا قسمنا هذه الفترة إلى فترتين رئيسيتين، فترة قوة وفترة ضعف. فترة القوة كانت بتبتدي من سنة 132 هجرية، وده بيوافق سنة 750 ميلادية، وانتهت هذه الفترة سنة 247 هجرية، وده بيوافق سنة 861 ميلادية، يعني تقريبا 115 سنة هجرية هي الفترة التي حكم فيها العباسيون بقوة وسيطروا على معظم المناطق التي آلت إليهم من الخلافة الأموية. أنا عايز أعلق تعليق معين على هذه الفترة الطويلة، وأقول أن اهتمام العباسيين بفلسطين الحقيقة كان اهتماما كبيرا. أيوة، كان أقل من اهتمام الأمويين بفلسطين، لأن زي ما قلنا مركز الخلافة بعد، بقى في بغداد بدل ما يكون في دمشق، لكن كان اهتماما كبيرا لأهمية وقداسة هذه البلاد، فلسطين بصفة عامة والقدس بصفة خاصة. وعايز أقول كمان حاجة مهمة جدا، أن اهتمام العباسيين بأرض فلسطين لم يكن اهتماما يجورون فيه على حق النصارى، بل على العكس، حافظوا جدا على أملاك النصارى وعلى العهدة العمرية وعلى السماحة الدينية، بل أن في علاقات كبرى قامت بين هارون الرشيد رحمه الله، ومن عظماء هذه الفترة ومن أفضل وأجل خلفاء الدولة العباسية وخلفاء المسلمين بصفة عامة. هذا الرجل العظيم قامت بينه علاقات دبلوماسية مباشرة مع شارلمان ملك فرنسا. شارلمان ملك فرنسا كان أعظم ملوك الدول أوروبا النصرانية في ذلك الوقت، قامت علاقات دبلوماسية وتبادلوا يعني الكثير من الهدايا. وحصل في سنة 169 هجرية، ده بيوافق سنة 786 ميلادية، نوع من التواصل بين الملكين، وصدر قانون وقرار أو قرارين من هارون الرشيد بسبب هذا التواصل. وكان القرار الأول الموافقة على أن يرسل شارلمان ملك فرنسا الأموال الكثيرة من فرنسا إلى القدس لتعمير وتجديد وتحسين كل الكنائس الموجودة في القدس، وعلى رأسها طبعا كنيسة القيامة. وده كان طبعا نوع من التسامح الديني العظيم من الدولة الإسلامية التي تقبل بزيادة الأبهة والعظمة في هذه الأبنية، وتحولت حقيقة هذه الكنائس إلى قلاع، وسامح المسلمون بذلك، مع أن طبعا ده فيه أحيانا خطورة أمنية وسبب طبعا بعض المشاكل بعد كده عند قدوم الصليبيين وعند أشياء يعني كثيرة في تاريخ الأمة الإسلامية. أصبحت هذه قلاع في داخل القدس، ولم يمنع المسلمون ذلك في عهد هارون الرشيد رحمه الله. والقرار الثاني كان توفير حماية عسكرية إسلامية لكل الحجاج الذين يأتون من أوروبا، حجاج النصارى الذين يأتون من أوروبا إلى مدينة القدس، حماية عسكرية من ساعة ما ينزلوا إلى أرض الساحل وقدوم إلى القدس والعودة من القدس إلى الساحل مرة أخرى للعودة إلى بلادهم، حماية عسكرية إسلامية لمنع أي نوع من الأذى لهذه الطوائف من الحجاج القادمة من أوروبا إلى بلاد المسلمين. الفترة دي استمرت زي ما قلنا 115 سنة. في سنة 247 من الهجرة قتل المتوكل على الله، وهو كان أحد يعني خلفاء الدولة العباسية وآخر الخلفاء في عهد القوة، وبدأ بعد كده عهد الضعف الذي سيطرت فيه قوة مختلفة على الدولة العباسية. يعني الدولة العباسية فضلت موجودة كصورة، لكن يحكم من وراء الستار وأحيانا من أمام الستار قوة مختلفة أخرى كثيرة. فترة منهم كان الأتراك العسكريين اللي هم كانوا سيطروا على الدولة العباسية، وفترة كان البويهيين الشيعة اللي حكموا برضو الدولة العباسية فترة طويلة من الزمن، وفترة كانوا السلاجقة. في كل هذه الفترات 409 سنة كانت الخلافة العباسية إخواني وأخواتي مجرد اسم، يعني ما في نوع من السيطرة مطلقا على أملاك الدولة الإسلامية، بل ما كانش في نوع من السيطرة على العراق ذاتها.
يعني بنقول ان مركز الخلافه العباسيه كان في بغداد في العراق، انا بقول ما كانش في سيطره على العراق ولا حتى على بغداد ولا حتى على القصر الحاكم اللي عايش جواه الخليفه الذي يحكم المسلمين جميعا في الظاهر، يعني الاسم انه خليفه المسلمين وقائد الخلافه العباسيه، لكن لا يمكن ابدا ان ينسب اليه امر من امور الامه الاسلاميه، زي بالظبط لما بنتكلم على مثلا ملكه انجلترا. يعني ملكه انجلترا دلوقتي هي ملكه واسمها الرسمي ملكة إنجلترا، لكن لا يعود إليها الرأي مطلقا في أي أمر من أمور الدولة، ورئيس الوزراء هو الذي يحكم، ونظام الدولة كله أن يعود الحكم فيه إلى رئيس الوزراء. هكذا كان الأمر في عهد الدولة العباسية، فلا يمكن أبدا أن نؤرخ لحياة المسلمين وتاريخ المسلمين وتاريخ الدولة العباسية بتأريخ الخلفاء الذين حكموها، وده خطأ موجود في معظم كتب التاريخ أننا بنأرخ لهذه الفترة تبعا للخليفة الذي كان يحكم. فالخليفة ممكن يكون إنسان ماجن، إنسان فاسق، إنسان شارب الخمر، إنسان مضيع لوقته ومضيع لأمواله، ونربط تاريخ الأمة بكاملها بهذا الإنسان، وننسى أن في داخل الدولة العباسية في هذه الفترات عاش خلفاء وعظماء وأمراء ومجاهدون من المسلمين، لا يمكن أبدا أن يغفل التاريخ ذكرهم أو اسمهم. عاش في هذه الفترة مثلا فترة ضعف الدولة العباسية، عاش فيها نور الدين محمود الشهيد رحمه الله، عاش فيها صلاح الدين الأيوبي، عاش فيها عماد الدين زنكي، قلب أرسلان، يوسف ابن تشفين، أسماء ضخمة جدا في تاريخ الأمة الإسلامية عاشوا في الزمن الذي كان يسمى بزمن ضعف الدولة العباسية. ونحتاج حقيقة إلى أن نعيد كتابة التاريخ بشكل آخر يبرز أماكن القوة في تاريخنا، وليس فقط مجرد صورة الخلافة العباسية في فترة ضعفها. طبعا لما ضعفت الخلافة العباسية زي ما قلنا في سنة 247 من الهجرة 861 ميلادية، وسيطر الأتراك العسكريون على الحكم هناك، كان حكما عسكريا جبريا حقيقيا، يعني كان في نوع من الاضطهاد الشديد للمسلمين في بغداد وفي العراق وفي معظم المناطق التي حكمها العباسيون في ذلك الوقت، وظهر هذا الظلم العسكري لكل المشاهدين والمتابعين للأحداث. ومن هنا بدأت تتفلت الولايات الكثيرة في الدولة العباسية عن حكم الدولة العباسية، لأن قالوا خلاص ما عادش في دولة عباسية، أصبح في حكم العسكريين الأتراك، وهم لا يحكمون بالشرع تمام الحكم، وفي مخالفات كثيرة، وانتشرت الخمور في بغداد وفي الخلافة العباسية أو معقل الخلافة العباسية في العراق، وانتشر الظلم والفساد والرشوة والإباحية والرقص والأغاني وكذا وكذا، يعني أصبح الأمور فعلا خارجة عن الحكم الإسلامي، وبالتالي أعطى ذلك مسوغا لكثير من الولايات أن تنفصل عن الخلافة العباسية الأمة التي كانت تضم المسلمين. ومن أوائل الذين انفصلوا كان أحمد ابن طولون حاكم مصر، والكلام ده هيكون مردود على فلسطين زي ما هنقول. أحمد ابن طولون كان والي الدولة العباسية من قبل الدولة العباسية على مصر، وهو كان رجل اشتهر بالورع وبالتقوى والجهاد في سبيل الله، وكان له إسهامات كثيرة جدا إدارية ومعمارية وفنية وثقافية في داخل مصر، وكان من الناس اللي بيحكموا يعني بشكل متوازن وشكل يعني متميز. ولما شاهد هذه الأشياء تحدث في بغداد وسقوط الحكم العباسي تحت السيطرة التركية والفساد والظلم وكذا وكذا زي ما قلنا، وشاف أن الخليفة العباسي أصبح مجرد صورة لا معنى لها، بدأ يستقل بمصر عن حكم العباسيين، وهو أول من انفصل عن الحكم العباسي، والكلام ده كان في سنة 254 من الهجرة بيوافق سنة 868 من الميلاد، يعني تقريبا بعد ضعف الدولة العباسية بسبع سنوات، أو سقوط الدولة العباسية تحت الحكم التركي بسبع سنوات تقريبا، استقل أحمد ابن طولون، وهو ليس عباسيا بل ليس عربيا أصلا، أبوه كان اسمه طولون، وكان من الأتراك اللي كانوا عايشين في مدينة بخارة، وأهدى ساعتها أمير بخارة كان اسمه نوح ابن سامان، أهدى طولون اللي هو أبو أحمد ابن طولون للمأمون حاكم الدولة العباسية في زمان القوة، أهداء إليه، وابن أحمد ابن طولون ده كان اسمه أحمد ابن طولون، وهو اللي بعد كده راح مصر زي ما قلنا، وانفصل بمصر في البداية دون أن يعلن الانفصال، لكن مجرد أنه بيحكم مصر دون ارتباط بالدولة العباسية، ثم بعد ذلك أعلن هذا الانفصال رسميا، بل ودارت بينه وبين الجيوش التركية الحاكمة للدولة العباسية بعض المعارك، وكان من جراء هذه المعارك أن تقدم أحمد بن طولون بجيشه ووصل إلى فلسطين ووصل إلى الشام،
وحارب الدولة العباسية هناك وسيطر على هذه المناطق، وبذلك دخلت فلسطين في حكم الدولة الطولونية، والكلام ده كان سنة 264 من الهجرة، يعني بعد 10 سنوات تقريبا من سيطرته على الحكم في مصر. والكلام ده بيوافق سنة 877 من الميلاد، وبذلك تدخل فلسطين فترة جديدة من حكمها تحت حكم الدولة الطولونية. يبقى احنا بنقرب دلوقتي للدولة الطولونية من سنة 264، ويستمر معنا الكلام ده فترة من الزمن تقريبا سنة 321 من الهجرة، يعني حوالي 57 سنة تقريبا تحت الحكم الطولوني، وكانت فترة جيدة من فترات الدولة الإسلامية في فلسطين، لأن أحمد بن طولون زي ما قلنا قبل كده كان مشتهر بالورع والتقوى وبحب المساجد وحب العلماء، وكان لذلك الأمر يهتم بأرض فلسطين لقداستها وأهميتها، وبرضه كان معطي مساحة كبيرة جدا للنصارى في أرض القدس بصفة خاصة وفلسطين بصفة عامة، واهتم بكنائس النصارى واهتم بالحجاج الذين يأتون إلى أرض فلسطين من أوروبا. وأنا أنقل لكم رسالة يعني ذكرها المؤرخ الأمريكي تومسون في كتابه التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للعصور الوسطى، The Economic and Social History of Middle Ages، والكتاب ده صدر سنة 1928، وهي شهادة من مؤرخ نصراني أمريكي يشهد على واقع الأمة الإسلامية في زمن الدولة الطولونية ويشهد على واقع فلسطين. ينقل رسالة وجهها ثيوديوس، وكان ثيوديوس هذا هو بطريرك القدس في ذلك الوقت، إلى بطريرك القسطنطينية، والكلام ده كان سنة 255 هجرية، سنة 869 ميلادية. قال فيها بالحرف الواحد: إن المسلمين قوم عادلون، إن المسلمين قوم عادلون، ونحن لا نلقى منهم أي أذى أو تعنت. وأنا بأنقل هذه الرسالة إلى كل البشر في العالم عشان أقول لكم إن من مبررات وأسباب الحروب الصليبية كما ادعوا الاضطهاد الذي كان يمارسه المسلمون ناحية النصارى. وأنا بنقل رسالة بطريرك القدس، مش أي شخصية في القدس، ونقلها إلى بطريرك القسطنطينية، يعني ليست رسالة موجهة إلى المسلمين، ليست فيها النفاق أو فيها نوع من التقية أو نوع من تجنب الصدام، لا، ده رسالة من واحد نصراني، واحد نصراني يذكر فيه له فيها أن المسلمين قوم عادلون. الكلام ده استمر مع المسلمين تحت في فلسطين تحت حكم الطولوني زي ما قلنا 57 سنة، وانتهى سنة 321 هجرية ليبدأ عهد جديد في فلسطين. العهد ده إن شاء الله نعرفه بعد الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. كنا بنتكلم قبل الفاصل على وضع الدولة الطولونية، وقلنا ان هي دولة كانت دولة عظيمة وحكمت بشكل متوازن ارض مصر وارض فلسطين وارض الشام بصفة عامة، والكلام ده استمر 57 سنة، وقلنا ان انتهى حكم الدولة الطولونية سنة 321 من الهجرة، والكلام ده بيوافق سنة 933 من الميلاد. انا عارف طبعا ان كتر الاسماء وكتر الأرقام وكتر التواريخ ممكن يلخبط المشاهدين. أنا أنصح كل المشاهدين والمشاهدات أن يجيبوا معهم ورقة وقلم ويسجلوا هذه الأحداث. هذا ملخص لفترة طويلة جدا من الزمن. إحنا كنا أول الحلقات بنتكلم على 10,000 سنة وأبعد في تاريخ فلسطين، ودلوقتي وصلنا هوت لسنة 933 من الميلاد لسنة 321 من الهجرة، ولسه هنقطع يعني قدامنا كمان 1000 سنة على نوصل لعهدنا المعاصر. فاحنا بنمر على الأحداث بشكل عابر جدا وسريع جدا، فقط بنفتح أبواب وبنفتح صفحات، وعايزين من الناس بعد كده يبتدوا يقروا ويتبحروا في تاريخ هذه الأرض المباركة، أرض فلسطين. فاحنا مجرد يعني تذكير ببعض العناوين في تاريخ الأمة، ونحتاج طبعا تفصيلات أكتر كتير، ولعل ربنا سبحانه وتعالى يدينا فرصة أننا نفصل معاكم في برامج أخرى كل اللي احنا بنمر عليه دلوقتي بشكل عابر. سنة 321 اللي هي نهاية الدولة الطولونية قامت دولة تانية جوه مصر، وهي الدولة الإخشيدية، والكلام ده كان على يد محمد بن طخج الإخشيدي، برضو يعني أصوله تركية غير عربية. وحكم مصر من سنة 321 لسنة 359 من الهجرة، يعني حوالي 38 سنة. وكامتداد طبيعي بعد ما خلص حكم مصر والسيطرة على الأمور وإسقاط الدولة الطولونية، امتد مباشرة إلى أملاك الدولة الطولونية اللي هي الشام وطبعا جواها فلسطين. وبالفعل قدر يسيطر على فلسطين في نفس السنة اللي سيطر فيها على مصر،
وبذلك دخلت فلسطين ودخلت الشام مع فلسطين في حكم الدولة الإخشدية من سنة 321 هجرية لسنة 359 هجرية، يعني 38 سنة من الحكم تحت الدولة الإخشدية. وبرضو كانت فترة كويسة من فترات فلسطين امتداد للدولة الطولونية، طريقة الحكم ما اتغيرتش، بل على العكس كان فيه اهتمام كبير جدا جدا من ملوك الدولة الإخشدية بالفلسطين بصفة عامة وبالقدس بصفة خاصة، لدرجة ان لما كان بيموت خليفة من خلفاء الدولة الإخشدية كان يحمل ليدفن في القدس. متخيلين انه يموت في القاهرة يحمل ويدفن في القدس تعظيما لهذا المكان الجليل، أرض القدس، الأرض المباركة. وطبعا كان فيه اهتمام كبير جدا بالمسجد الأقصى وبقبة الصخرة وما إلى ذلك من أمور مقدسة في داخل أرض فلسطين. لكن يا إخواني ويا أخواتي، في مشكلة كبيرة، إن هذا الاهتمام الديني وهذا الاهتمام بالمظاهر وبالمسجد الأقصى وبقبة الصخرة وبالدفن هناك وبتسلم مقاليد الحكم هناك وأمور كثيرة لم يصحبه اهتماما عسكريا مناسبا في هذه المنطقة، ولم يصحبه كذلك اهتماما تعليميا دعويا في هذه المنطقة. يعني كان معظم التركيز على أرض مصر. مصر طبعا هي مركز الدولة الطولونية وبعد كده مركز الدولة الإخشدية، فكل الاهتمام كان بالعاصمة، العاصمة اللي هي الفسطاط، اللي طبعا لسه القاهرة ما كانتش اتعملت، الفسطاط والمراكز الكبرى في مصر زي الأسكندرية وزي دمياط وزي غيرها من المراكز الكبرى في ذلك الوقت، وما كانش فيه اهتمام كافي بهذه المناطق البعيدة عن المركز الذي يحكم البلاد. وطبعا كان من المناطق دي أرض فلسطين، وهذا أورث ضعفا في أرض فلسطين. الضعف ده ما ظهرتلوش علامات في زمن الدولة الطولونية والإخشدية، لأن الدولة كانت قوية، لكن بسقوط الدولة الإخشدية في سنة 359 من الهجرة ظهر الضعف الواضح على أرض فلسطين، وده هيسلم لمشاكل كبيرة جدا هتحصل بعد كده. ده اللي نعرفه إن شاء الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.